لو عندك المفاتيح القديمة تعالي أقولك ازاي تستفادي بيها بأفكار حلوة جدا وكمان عملية وهتنفعنا في البيت. طبعا المفاتيح القديمة دي بتبقى موجودة في كل بيت وما بنكونش عارفين نستفاد منها ازاي. فأول فكرة هنستخدم المفاتيح اللي بيكون بالشكل ده أو أي شكل عندك من المفاتيح. هبتدي هنا استخدم مسدس الشمع عادي، ممكن تستخدمي أي مادة لزق بس تكون قوية، كمان ممكن نستخدم الغيرة لو هو متاح عندك ومتوفر. تمام، أنا هنا هستخدم الشمع وهيدي معايا نتيجة حلوة جدا. بستخدم هنا الفصوص أو الخرز ده، هو عامل زي ترتر كده وشكله حلو يعني موجود عندي. ممكن انتي لو عندك اي خرز صغير او اي حاجة شكلها حلو زي مثلا الجليتر او اي حاجة موجودة عندك هتقدري ان انتي تثبتيها برده بالطريقة دي، ممكن بالشمع وممكن ان انتي تحطي طبق الاول من الغيرة وبعد كده ترشي عليها الجليتر، هيثبت معاكي بكل سهولة بس هتسيبيه شوية كده ينشف معانا. في الاول بحط كمية شمع كده على الجزء اللي هبتدي احط عليه من الترتر ده وبعد كده ببتدي اثبته زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا بنستفاد او بنستغل الحاجة اللي موجودة عندنا موجودة. تمام، تبدأي تستخدميها. طبعا احنا قلنا اكتر من بديل للي احنا بنستخدمه. بالشكل ده هنكون غلفنا المفتاح كله زي ما احنا شايفين كده، انا هغلفه بس من ناحية واحدة، الناحية التانية هتبقى زي ما هي، وهستخدم كمان مفتاح بنفس الشكل. هستخدم بعد كده اي غطاء عندي، ممكن غطاء علبة فازلين او اي غطاء بتاع علبة كريم، عايزين اي غطاء كده يكون صغير وبرده يكون فيه وسع من تحت. هبتدي كده ان انا استخدم هنا تزيين بسيط، وده لان اللون بتاع الغطا نفسه حلو فهبتدي بس استخدم جزء صغير من خيط الخيش. هستخدم بعد كده برواز قديم، هشيل الجزء اللي هو في الظهر ده بيبقى عامل زي كرتون كده بس بيكون تقيل شوية. هبتدي ان انا استخدم هنا طرحة قديمة، ممكن نستخدم اي قماشة قديمة عندنا ونغلف بيها الكرتون ده. بنحاول ان احنا نستفاد من الحاجة القديمة اللي موجودة عندنا بدل ما نشتري حاجات جديدة، نقدر ان احنا نعمل اعادة تدوير ديكور كده بشكل بسيط. غلفت كده الجزء اللي عندي اللي هو الكرتون ده او الجزء اللي كان موجود في البرواز نفسه، غلفته باستخدام قماشه صغيره كده من طرحه قديمه عندي وهبتدي ان انا اثبته من ناحيه، وبرده هيبقى عندي زياده ببتدي اقصها واخليها اثبتها على الناحيه التانية. الجزء اللي في الظهر ده مش هيكون باين معانا فممكن ان احنا نسيبه زي ما هو كده ما نغلفوش، بس الزيادات طبعا موجوده عندنا في القماش دي هنبتدي ان احنا نغلف بيها الطرف كله. شكل البرواز نفسه من بره سليم ولونه حلو ما فيهوش اي حاجه، بس احنا حابين ان احنا نجدده كده بطريقة مختلفة. بدأت كده اثبت الكرتونة او الجزء ده تاني مكانه على البرواز، وبعد كده هنبتدي ان احنا نستخدم بقى المفاتيح اللي غيرنا شكلها من بره، وبعد كده هنبتدي ان احنا نثبتها بالشكل ده كده من الظهر. كمية شمع يكون كويسة ونثبتها على الجزء اللي هو في البرواز من فوق، وكمان ممكن تثبتيهم بالشكل اللي انت عايزاه. هنستخدم بعد كده الغطاء اللي هو غطاء علبة الفازلين اللي احنا قلنا ده استخدمناه بنفس لونه، بس يدوب استخدمنا تزيين بسيط اوي كده من على الطرف. هنبتدي ان احنا نثبته بالشكل ده كده في البرواز من النص بين المفتاحين، بثبته كده بكمية شمع كويسة هيثبت معانا كويس جدا. وبعد كده هيجي من عند الظهر وهستخدم جزء صغير من خيط الخيش بثبته من الظهر كده زي ما احنا شايفين. هنعمل برضو علقة بشكل بسيط جدا بنثبته على الخشب نفسه بتاع البرواز عشان يثبت معانا كويس قوي. هستخدم كمان المسامير اللي بالشكل ده، دي بتبقى موجودة عند المواين، بيبقى في منها احجام مختلفة، في الحجم الصغير ده وفي كمان الحجم الكبير. بتبدأي ان انت تثبتيها بالشكل ده كده في الخشب او في الكرتون او حتى في البلاستيك هتثبت معاكي بكل سهولة. هتبدأي بس ان انتي تلفيها كده من عند الطرف وبعد كده هتبدأ ان هي تثبت معاكي، هتلاقيها جمدت وما فيهاش اي مشكلة. هستخدم كمان اجزاء صغيرة من الفلين وبثبتها جوه الغطاء اللي ثبتناه على البرواز، بنثبتها كده بنقطة شمع بسيطة بنملى الجزء ده، وبعد كده هنبتدي ان احنا نستخدم ورد من الفوم الجاهز ونثبته بالشكل ده كده على الفلين اللي ثبتناه في الغطاء. هنوزع كده بشكل يكون مختلف شوية عشان يوضح معانا الشكل حلو، ونقدر نستخدمها كده علقة للمفاتيح، وممكن كمان تستخدميها في المطبخ كديكور وكمان تحطي عليها فوط المطبخ. فكرتها بسيطة وسهلة جدا كده، نقدر نستفاد من المفاتيح القديمة بطريقة بسيطة، وبرده نقدر نعمل إعادة تدوير للحاجات الموجودة قديمة عندنا ومش بنقدر إن احنا نستخدمها زي الطرح وكمان زي المفاتيح. نقدر كمان نستخدم الأزاز، الأزاز دي فكرة حلوة جدا وكمان عملية. هبتدي كده ان انا انضف الازازه كويس جدا، بغسلها من جوه، وكمان هبتدي هنا ان انا استخدم شي كرتون او اي لزق ستيكر عندك اي حاجه. هنبتدي كده ان احنا نقسم الازازه زي ما احنا شايفين كده، فبثبت الشي كرتون او اللزق ده على الازازه من تحت وهبتدي اثبته كويس قوي، بطلع منه اي فراغات عشان يدي معانا نتيجه كويسه. وبعد كده بسيب مسافه زي ما تحبي، تقدري ان انت تحددي المسافه اللي انت عايزاها. المهم ان احنا الجزء اللي احنا هنغطيه ده هنسيبه كده هنخليه بنفس اللون، عشان كده انا بشد اللزق كويس قوي على الازازه بحاول اطلع منه اي فراغات. قسمت كده برده الازازه او الجزء اللي عندي في الازازه من فوق، بدات ان انا احط عليه لزق من ده، وبرده هسيب كده مسافه وبثبت من اللزق ده على الازازه من فوق.
واهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نشد اللزق ده كويس جدا ونطلع منه اي فراغات. وبعد كده هنبتدي ان احنا نستخدم هنا اي لون، ممكن نستخدم اسبري او ممكن نستخدم دهان عادي بلاستيك، اي حاجة تدي معاك نتيجة كويسة هتستخدميها. انا هنا هستخدم اللون الذهبي، الاسبري الذهبي، وهبتدي ان انا ارش المفتاح وارش كمان الازازة دي. ممكن طبعا تستخدمي اكتر من ازازة وتبدأي تعملي نفس الخطوات وترشيهم برضو بالاسبري، وهسيبهم شوية لحد ما اللون ينشف معانا كويس جدا. بعد ما ينشف برضو اللون هدي طبقة كمان عشان يدي معايا نتيجة أفضل. بعد ما نشفت معايا كويس جدا هشيل بقى اللزق اللي كان على الإزازة اللي احنا قسمنا بيه الإزازة أصلا، بفك اللزق بالشكل ده، ولو في أي زيادات بنشيلها، عشان كده احنا بنحاول إن احنا نلزق الجزء اللي بنخبيه أو بنغطيه من الإزازة ده نلزقه كويس أوي عشان ما يديش معانا أي رطوش بعد كده ويطلع اللون مش مظبوط. ممكن تشيلي برضو زيادات اللي عندك دي بالأسيتون هتطلع معاكي بكل سهولة. هستخدم بعد كده استرس ذهبي وهبتدي ان انا اثبته بالشكل ده كده على الحواف. ممكن تستخدمي اي استرس، ممكن تستخدمي الازازه كده بلونها زي ما هي، ما تكلفيش نفسك، بس يعني عشان شكلها يوضح معانا انا هنا هستخدم الاسترس ده. انت طبعا تقدري تستغني عن اي حاجه مش حابه تستخدميها. انا هنا ثبت الاسترس ده حوالين الاطراف كده اللي احنا عملناها بالذهبي عشان تبان معانا ويكون شكلها كمان اشيك. طبعا التزيين ده يرجع لك انت، لو مش حابه استغني عن الخطوه دي. هستخدم برضو جزء صغير جدا من الاسترس وببتدي اثبته بالشكل ده كده على طرف المفتاح، برضو هيبين شكل المفتاح معانا. انتي استخدمي اي حاجة عندك، ممكن تستخدمي لولي او ممكن تستخدمي كمان الجليتر الذهبي ده وتبدأي ان انتي ترشيه، برضو هيدي معانا نتيجة حلوة. بثبت كده بالشكل ده الاسترس على طرف المفتاح، وهنا ابتدي برضو ان انا استخدم جزء صغير من الاسترس وبثبته على الازازة من فوق. في الفكرة دي كمان ممكن نستخدم ازاز زيت الزيتون اللي بتبقى موجودة عندنا في المطبخ، ممكن نعمل بيها ديكور كده بطريقة بسيطة، هتزيني الازازة كده بطريقة مختلفة هتدي معاكي شكل حلو. وبرده هنا هستخدم المفاتيح القديمة هتدي معانا شكل حلو جدا في الاخر، برده هي ديكور كده بسيط، ممكن ان احنا نستغل المفاتيح القديمة اللي موجودة عندنا ونعمل بيها ديكور بسيط. استخدمت هنا الخيط الرفيع الذهبي ده وبدأت ان انا اعدي منه المفتاح وثبته بالشكل ده في الازازة من فوق بنقطة شمع. وتقدري كمان تستخدمي مفاتيح بحجم اقل شويه تخليهم مفتاحين كده مع بعض وتعلقيهم بالطريقه دي. على فكره المفاتيح دي نازله في الديكورات وفي التزيين، وحتى انا شفتها كمان على ازاز بيرفيوم، شكلها حلو قوي وشكلها جميل وكيوت وحلو جدا. برضو نقدر ان احنا هنا نستفاد من المفاتيح القديمه، شكلها حلو جدا كديكور. ممكن هنا نستخدمها كفازه، شكلها برضو بسيط وحلو جدا. ممكن ان انت تستخدميها برضو بطريقه تانية مختلفه، وممكن كمان تستخدمي الشمعة الإلكترونية اللي بتشتغل بالحجارة. تقدري ان انت تستخدمي الأحجام الصغيرة شوية وتبدأي ان انت تخليها جوه الإزازة وتثبتي بس طرف الشمعة دي عشان تقدري تشغليها على الإزازة من فوق. تقدري تستخدميها كإضاءة خفيفة، وكمان هي في نفس الوقت ديكور حلو جدا وبسيط وسهل. تالت فكرة هستخدم فيها معلقة خشب تكون بايظة أو محروقة بالشكل ده مش بنستخدمها في الأكل. هستخدم هنا الدهان والبديل بتاع الدهان، ممكن نستخدم الاسبري. تمام، هبتدي أدهنها كده باللون الأبيض، بستخدم السفنجة، وبعد ما بخلص برميها بستغنى عنها نهائي، وده بيكون أسهل بالنسبة لي. يعني هبتدي أستخدم المفاتيح اللي هي بالشكل ده، وهستخدم البنسة او الزرادية، وهبتدي اتني كده الجزء بتاع المفتاح اللي هو من تحت، بتنيه كده لفوق، هاخد بالي عشان ما يتكسفش مني، انا بس يدوب برفعه كده بالشكل ده، بتك عليه براحة جدا بيترفع معايا بسهولة. طبعا انا هعمل اكتر من واحد بالشكل دوت بنفس الطريقة يعني. خلاص انا هستخدم المفاتيح دي، المفاتيح التانية تقيلة شوية مش هينفع اللي هي بالشكل ده، انا عملت اكتر من واحد، انما المفاتيح دي مش هينفع ان هي تتني معاكي. تمام، هبتدي بقى هنا استخدم الاسبري وهرش المفاتيح اللي انا تنيتها دي كده. نشفت معايا المعلقه بعد ما دهنتها، وبرده المفاتيح بعد ما رشيتها بالاسبري نشفت معايا بشكل كويس. هبتدي بقى اثبت المفاتيح دي بالشمع، ممكن تستخدمي المسامير اللي هي الصغيرة الربط دي عشان تكون اتقل معاكي، وكمان لو هتحطي عليها حاجات تقيلة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي الفكرة اللي احنا هنستخدمها. انا هنا هستخدمها في حاجات خفيفة يعني بسيطة، فمش هعملها بالمسامير، هعملها عادي بالشمع. تمام، بالشكل ده هيبقى ده شكلها، انا كده علقتها على الباب. طبعا انتي ممكن تستخدمي
تستخدمي المسامير برضو، لو هتثبتيها في الحيطة او في باب خشب تقدري تدقي فيها اكتر من مسمار عشان تثبت معاكي بشكل كويس. انا مش عايزة ادق ولا في باب ولا في الحيطة، فهستكفى ان انا اعملها كده وهستخدمها كشماعة بس كده. ده كان فيديو النهاردة، سلام عليكم.